محور تنمية قناة السويس. المشروع الحلم يتحقق شرق بورسعيد. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي إشارة البدء في تنفيذه في نهاية نوفمبر من العام 2015. لتشهد مصر يوما آخر من أيام إنجازاتها الكبرى. يتضمن المشروع إنشاء 4 أنفاق جنوب بورسعيد، وميناء بحريا برصيف يصل طوله إلى 5 كيلومترات، ومنطقة صناعية بمساحة 40 مليون متر مربع، تضم أكثر من 20 مصنعا، ومنطقة سكنية تستوعب 50,000 مواطن، وفندق للمستثمرين، ومزارع سمكية على مساحة 43,000 فدان بمقاييس عالمية. محور تنمية قناة السويس. محور تنمية قناة السويس. Welcome to American Pulse. مساء الخير عليكم، وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج النبض الأمريكي. النهاردة حلقة عن التجارة والاقتصاد وعلاقات الشركات المستثمرين في الخارج والداخل. الحقيقة احنا شايفين يمكن في السنة أو سنتين الأخرانيين في تكثيف كبير جدا من قبل الإدارة السياسية والاقتصادية ان هو يجذبوا استثمارات كتير لمصر ويمكن منطقة الشرق الأوسط. النهاردة يعني عايزين نتكلم بالتفاصيل ونشوف نفس السيناريو دوت بيحصل في بلاد تانية ازاي في منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص الإمارات المتحدة، دولة الإمارات المتحدة. وأنا سعيد النهاردة أن يبقى معانا الضيفي المحامي الأستاذ وديع الرياشي. أهلا وسهلا. شكرا. أهلا بحضرتك في البرنامج. وأستاذ وديع هو طبعا محامي وعضو نقابة محامين في بيروت وفي نيويورك، وأصلا لبنان. صح. فلو تفضل تدينا بس خلفية للمشاهدين يعني بسيطة عن اتخرجت منين، كلية ايه، ومارست المحاماة فين وكده. انا اتخرجت من جامعة الحكمة بلبنان واشتغلت بلبنان كمحامي، وايضا درست بامريكا كمان محاماة، واشتغلت بالخليج حوالي 10 سنوات. اشتغلت بأبو ظبي وبدبي. يعني خلصت محاماة في لبنان وبعد كده جيت اشتغلت درست تاني محاماة في أمريكا. صح. مثل ماستر ديجري. في جامعة ايه؟ في جامعة American University بواشنطن دي سي. اوكي. وبعدين بعد ما تخرجت رجعت تاني بقى للخليج. رحت على الخليج. صح. واشتغلت بالخليج لمدة 10 سنوات. اشتغلت بمكاتب محاماة دولية، اشتغلت في مجال الشركات، وبعدين قررت اجي على امريكا واستقر بامريكا. وانا حاليا عضو بنقابة محامين نيويورك وكمان بنقابة محامين بيروت. طيب اهلا وسهلا بحضرتك. هل في اختلاف كتير ما بين المحاماة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الشرق الأوسط، ولا هو تقريبا المحامي هو محامي في كل حتة، نفس الطريقة بس اختلاف القوانين؟ النظام هو مختلف. النظام بأمريكا هو نظام أنجلو ساكسوني، بينما النظام بالشرق الأوسط هو نظام بيعتمد شبيه للنظام الفرنسي. فالنظامين مختلفين بس القوانين الشركات هي شبيهة، بتشبه بعضها. سواء هون أو بالشرق الأوسط. طيب قبل ما نخش في تفاصيل قوانين الشركات والمناطق المخصصة للتجارة في البلاد العربية، ما هي أهمية الشرق الأوسط للغرب؟ يعني هل يعني ناس كتير بتقول إن الشرق الأوسط مش مهم بالنسبة للغرب، والغرب يقدر يعمل حاجات كتير ومش مهم بالنسبة للشرق الأوسط، وبنسمع في نفس الوقت إن الغرب دايما بيحب يجي الشرق الأوسط يعمل مشاريع ويمكن بيدخل في حروب عشان يعني يبقى في نوع من الاستحواذ على بعض المصادر الطاقة أو. فهل الشرق الأوسط مهم للغرب ولا؟ أكيد مهم، لأنه غني بالبترول. والبترول مهم للاقتصاد العالمي. فمنطقة كتير مهمة للطاقة. صح. صح. طيب احكي لنا بقى، حضرتك اشتغلت في الإمارات. صح. في دبي وفي أبو ظبي،
وأنا الحقيقة طبعا يمكن دولة الإمارات الشقيقة من الدول اللي بتبهر الواحد، يعني الواحد بيبقى يعني وببقى مبسوط إن في دولة في منطقة الشرق الأوسط بهذا التفتح وهذا الانفتاح وهذا النجاح. ويمكن الواحد يعني أنا عشان أنا مصري ومتعصب شوية لبلدي بغير شوية إن مصر مش في يعني مش في نفس المكانة الاقتصادية اللي استلمتها اللي كسبتها الإمارات. وأتمنى يعني إحنا يمكن في الطريق إن شاء الله يعني إلى هذا النجاح، لكن طبعا محتاجين شغل ومحتاجين مجهود ومحتاجين نفهم حاجات. فإحنا نحب يعني نشوف الإمارات عملوا إزاي الانفتاح الاقتصادي وإزاي قدروا يكسبوا مستثمرين يجوا لبلادهم ويضخوا أموال ويبتدوا في مشاريع وكلام كتير من ده. فحضرتك لو تفهمنا بقى الموديل النظام بتاع الإمارات. بالإمارات هي دولة بتعتمد ما بتعتمد بس على البترول، حاليا عم ينفتحوا أكتر لجذب المستثمرين. تعرف بدبي ما في كتير بترول مثل أبو ظبي، فدبي قامت على جذب يعني اقتصادها مبني على جذب المستثمرين الأجانب. فتم إنشاء عدة مناطق حرة بدبي اللي هم بيسموهم بالانجليزي فري زونز صح. أوكي. والهدف من والمناطق الحرة ديت مش بالشرط خارج مش بالشرط خارج دبي، يعني ممكن تبقى منطقة حرة داخل دبي. في أكثر من 50 منطقة حرة داخل دبي، وفي بعض المناطق الحرة بأبو ظبي، بس أكتريتها موجودة في دبي. والهدف من هذه المناطق الحرة جذب المستثمرين الأجانب. وهالمناطق حرة في مناطق حرة متخصصة، يعني في منطقة جبل علي اللي هي منطقة استيراد وتصدير، في عندك الـ DIFC اللي هي دبي المالي الدولي، فهو منطقة حرة مالية. فهون مناطق الحرة مناطق متخصصة، والهدف من هذه المناطق الحرة جذب أنواع شركات معينة. فحسب نشاط الشركة، فإذا نشاط الشركة هو نشاط مالي، فممكن تأسيس بمنطقة حرة متخصصة بالمجال المالي اللي هي الـ DIFC. يعني هو حتى كمان المناطق الحرة مش مخلوطة ببعضها، يعني في تخصصات لكل منطقة حرة. صح. يعني لو في منطقة مالية للبنوك يبقى في مكان معين، لو في شركات للتصنيع يبقى في منطقة معينة. وفي مناطق حرة للميديا، فكمان للميديا. صح، الميديا سيتي كمان ممكن تأسيس شركة ميديا بالميديا سيتي. وكل أقول والمزايا المناطق الحرة هو أنه ممكن أن للشركة أن تكون مملوكة من أجانب بنسبة 100%، فمنهم بحاجة لشريك مواطن. فخارج المنطقة الحرة ودوت يعتبر تسهيل كبير للشركات الأجنبية أنها تقدر تيجي وتضخ فلوس وهي مطمئنة أنها تقدر تسحب الفلوس دي تاني وهي خارجة. صح، منهم ملزمين بتعيين شريك مواطن داخل المنطقة الحرة، بس خارج المناطق الحرة هالشي يعني الشركة مجبورة تعين شريك مواطن خارج المنطقة الحرة، بس هالشي حيبلش يتغير. ممكن نتكلم عن التغيرات اللي حتصير كمان. تمام. طيب ليه المناطق الحرة ديت جاذبة للاستثمارات؟ يعني ايه اللي بيخلي شركات كبيرة زي الشركات الأمريكية تروح تستثمر في دبي؟ اول شيء لانه الشركات الأجنبية ممكن تأسس الالف شركة او فرع بالمنطقة الحرة 100% مملوكة من الشركة دون منا بحاجة لمواطن. ثاني شيء لأنه القوانين هي بالإنجليزي مش بالعربي، فممكن يقرأوا القوانين بسهولة، منهم بحاجة لترجمة القوانين. ثاني شيء بالمناطق الحرة في تسهيلات منا موجودة خارج إيه بقى التسهيلات ديت مهمة جدا أو يعني example أو أمثلة يعني مثلا بالـ DIFC في محاكم وهي محاكم بالإنجليزي، يعني إذا صار في dispute أو اختلاف فممكن الشركة الأجنبية تلجأ لها المحاكم. تعرف المحاكم خارج المنطقة الحرة المحاكم العادية يعني إجراءات تبعها بالعربي، فصعب لحدا أجنبي أنه
يتابع الإجراءات بالمحاكم العربية. صح. طب عشان كده يبقى بيدي لهم تسهيلات ان هو يعني بيقول له كمان تعالى واستثمر وما تخافش، وحصل اختلاف هتلاقي محاكم مشابهة للمحاكم اللي في بلادكو. صح. تتكلم باللغة بتاعتكو وتقدروا وكمان بالمناطق الحرة في بنى تحتية كمان ما ممكن تلاقيها خارج المنطقة الحرة، مثلا بجبل علي في warehouses فممكن لشركات انه يستأجروا ويرهاوس، وفي لها كمان مثل بورت لها خاصة بجبل علي، المينا خاصة بجبل علي طيب ال 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 الانفتاح اللي حصل دوت في دبي او في الامارات اخذ كم سنة تقريبا، عشان يعني ابتدوا امتى وابتدت الفكرة ازاي، وازاي الفكرة كبرت قوي بقت دبي دلوقتي بقت الهب بتاع التجارة والاقتصاد في منطقة الخليج يعني ومنطقة الشرق الاوسط. بدبي مثل ما قلت ما في كمية بترول مثل ابو ظبي، فبحاجة لمستثمرين، فاجت الفكرة انه حتى يعني يقوى الاقتصاد دبي لازم على دبي انه تجذب المستثمرين، لانه ما في دبي ما ممكن تتكل على الكلام ده. واتخد ايه كم 20 سنه 25 سنه 30 سنه 30 سنه يعني هو من 30 سنه ابتدوا. صح. وقالوا ان احنا كان في هل كان في خطه واضحه ان هم يوصلوا للليفل للمستوى اللي هم عليه دلوقتي؟ يعني اخر سنوات كان في خطه واضحه يعني ونشغل على الخطة وكل هالمشاريع الموجودة هي نتيجة خطط يعني مدروسة. طب ايه انت كنت بتقول في مناطق حرة وفي حاجة تاني، ايه غير المناطق الحرة اللي ممكن المستثمرين يستثمروا خارج المناطق الحرة؟ بس خارج المناطق الحرة على الشركة انه يكون عندها شريك مواطن يعني زي كفيل كده زي ما بنقول، او سبونسر او شريك. صح. بنسبه كم؟ 51% 51%. هلا هو بيكون شريك على الورق بس ممكن عاده يعني بنعطى للشريك مثل فلات في يعني حصه محدده يعني. بس هالأمور بلشت تتغير حاليا يعني هلا الإمارات بلشت تعدل بقوانين الشركات تبعها عشان تسمح للمستثمرين يأسسوا شركات 100% مملوكة من أجانب خارج المناطق الحرة. طب ودوت هيلغي بقى المناطق الحرة؟ حيضلوا موجودة، حيكون في منافسة. هلا مش قادر أكيد هلا ممكن يخف عدد يعني ممكن يخف مدخول المناطق الحرة لأنه حيصير في تنافس بين المناطق الحرة المينلاند أو الأرض الأساسية، لأنه حيكون عم بيقدموا نفس الشيء يعني. بس يعني كله بالتطبيق بنشوف شو حيصير. فهلا نتيجة وكمان كل هلا الدول الخليجيه عم تتنافس على جذب المستثمرين الاجانب يعني السعوديه والبحرين وقطر كلهم عم ينفتحوا وعم يتنافسوا على جذب المستثمرين الاجانب. مين الدوله اللي اكبر الدول اللي هم قدروا يجذبوا العديد من المستثمرين في السنتين الاخرانيين الاجانب يعني بالخليج؟ بالخليج جنب دبي بعد السباقه يعني حاليا. دبي السباقه. صح. ايه الدوله اللي بعدها بالجذب المستثمرين؟ في قطر والسعوديه وفي بيرجع بعدين البحرين. كلهم يعني عم ينفتحوا لانه يعني هلا الدول عم تتطلع على تخفيف من استعمال النفط، فعلى دول الخليج انه تلاقي شيء بديل عن النفط، والشيء البديل هلا عم يشتغل عليه هو جذب المستثمرين الاجانب، وحتى يجذبوا المستثمرين الاجانب عم بيفتحوا اقتصادهم اكثر، وبلشوا يسمحوا للمستثمرين الاجانب يتملكوا شركات خارج المناطق الحره مملوكة من المستثمرين بنسبة 100%. في مصطلح بيسموه الجيوبوليتيكال ماب او الخرائط الجيوسياسية الجديدة،
ازاي دوت تغير في منطقة الشرق الأوسط في الفترة اللي فاتت؟ وسط الاضطرابات بالشرق الأوسط ونتيجة انخفاض أسعار النفط تباطأ الاقتصاد الإماراتي ودول الخليج، فحتى يرجعوا يقووا الاقتصاد عم وضعوا خطط لجذب المستثمرين الأجانب، ومن هال يعني من التدابير اللي أخذوها هو سمح لمستثمرين أجانب تملك شركات خارج المناطق الحرة بنسبة 100%، وكمان هلأ كمان الإمارات ممكن بالمستقبل تعطي تأشيرات لمدة 10 سنوات، فبهالحالة ممكن مستثمر أنه يبقى بالإمارات مدة 10 سنوات حتى لو ما كان عنده إقامة طويلة الأمد. يعني ممكن مستثمر بياخد فيزا لمدة طويلة، لمدة طويلة، إقامة لمدة 10 سنين بدل ما كان في الأول بياخدوها لمدة صغيرة. صح، ويجب تجديدها. يجب تجديد دلوقتي. فادوا هل في جنسية إماراتية؟ يعني في لو واحد أمريكي مثلا راح الإمارات هل ممكن يجنس بالجنسية الإماراتية؟ بشكل عام لا، هذا الشيء مش موجود، مش حاليا موجود. يعني هم بيديهم بس إقامات طويلة لمدة 10 سنوات يقدروا. هلا مش 10 سنوات بس عم ممكن تصير 10 سنوات لأنه يعني هي حاجة تقريبا بتبقى زي الجرين كارد الأمريكي كده، انك تقدر تخش وتخرج وتشتغل وما يبقاش عندك كل موظف، لكن ما تجنس ما تاخدش الجنسية. كل موظف أو صاحب شركة بيحق له أن يكون مقيم بالإمارات. بس هلا مدة الإقامة مش 10 سنين، بعتقد حاليا 2 أو 3 ويجب تجديد. فالاقتراح هو أنه أعطاء المستثمرين وبعض الأشخاص اللي بيشتغلوا بمجالات معينة تأشيرات طويلة الأمد. ودي التأشيرات بياخدوها بقى في المطار ولا بياخدوها من الدول اللي هم؟ لا، هذا طلب، يعني بيتقدم طلب لما بعد ما بينزلوا هناك بيقدموا طلب. يا من ممكن يتقدم الطلب يا من داخل الدولة يا من خارج الدولة. الأشخاص اللي يعني الفيزا اللي بيعطوها على المطار هي مش إقامة، هي مجرد دخول سياحة، يعني هي فيزا سياحة. فيزا سياحة وبعد كده يخش جوا. بس ممكن تحويلها يحولها لإقامة، لعمل إقامة وعمل يعني. صح، إذا لقى وظيفة أو إذا تأسس شركة. طب انت قلت يمكن بعد الاضطرابات اللي حصلت في المنطقة ومنها طبعا الربيع العربي والحرب على الإرهاب والكلام ده كله، الاقتصاد الإماراتي اهتز شوية. هل في نسب يعني تباطأ؟ هل في نسب محددة؟ يعني هل يعني تباطأ بنسبة قد ايه؟ وهل في خطط ان هم يحاولوا يعالجوا هذه المشاكل؟ وهل نجحوا في المعالجة ولا لسه جاري ولا يعني من ضمن الخطط هو تشجيع المستثمرين ان يستثمروا بالامارات، ومشان هيك عم بيغيروا القوانين. فبالسنة 2005 صدر قانون شركات جديد حل محل الشركات القانون القديم اللي هو كان صادر عام 1984، فعدلوا القانون القديم. وكمان 2007 تعدل القانون الجديد وسمح للحكومة تخفيف القيود مفروض على الشركات على المستثمرين الأجانب. وعام 2017 صدر قانون بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، وبموجب هذا القانون تم تأسيس لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر. يعني ابتدت بتغييرات جذرية في القوانين. صح، المحلية بتاعتهم ان هم يفتحوا السكك ويوسعوا للمستثمرين ويدلهم التسهيلات ان هم يجوا يستثمروا، بحيث ان هم ما يخافوش على استثماراتهم من
اي مشاكل ممكن تقابلهم قانونيه يعني. صح صح. فهم سهلوا لهم الكلام ده. صح. وانا اعتقد ان يمكن الكلام ده بيتعمل في مصر من 3 سنين تقريبا يعني. سمعنا ان في قانون الاستثمار اتغير كتير. صح. ويمكن سمعنا ان في شركات كتير دلوقتي منها مرسيدس رجعت تاني. صح. ابتدت هتصنع في مصر. صح. وهتقفل عربياتها في مصر. صح. صح. هذا الشيء بيطبق على تقريبا كتير من الدول بالمنطقة يعني. نفس الشيء السعودية كمان عم تقدم التسهيلات للشركة الأجنبية أنه يجوا كمان على السعودية. نفس البحر، نفس الشيء البحرين وقطر، كلهم عم بيخففوا من القيود المفروض على الاستثمارات الأجنبية. طيب إيه التحديات اللي عامة بتواجه المستثمر الأجنبي لما بينزل الوطن العربي ومنطقة الخليج أو منطقة الشرق الأوسط؟ البيروقراطية يعني. تأسيس الشركة بالدول العربية بياخد يمكن أوقات ممكن ياخد 3 أشهر أو شهرين. إذا بدك تأسس شركة بأمريكا بيوم أو بيومين. ممكن على النت. ففي بيروقراطية. والقوانين هل عم بيتم مثل ما هلا قلنا كمان عم بيشتغل عليها هل المستثمر الأجنبي بيواجه عرقلة من موظف الشباك والموظف المحلي بيبقى فيه يعني بتبقى دي معظم الشكاوي؟ لا، هي أكتر ولا يعني القوانين نفسها هي القوانين مش الأشخاص. مش الأشخاص. صح. كل ما كانت يعني القوانين تفرض على الموظف أنه يطول بالمعاملة. فهي أكتر القوانين والسياسات أكتر من بروتوكولات. صح. أوكي. صح. طيب إيه التحديات التانية اللي بيواجهها أي مستثمر أجنبي أنه يتعامل في الوطن العربي غير البيروقراطية والقوانين؟ هل في تحدي ثقافة، اختلاف الثقافة؟ طبعا. هيدا ممكن الشيء، بس يعني مع العولمة هذا الشيء عم بخف يعني. ابتدى يقلل. طيب نكمل. ايه بقى الاثار السلبية للسياسة الجديدة بتاعت الامارات انها تفتح كله يبقى زي تقريبا مناطق حرة يعني؟ فمثل ما قلنا المينلاند رح تنافس المناطق الحرة، لانه ممكن تأسيس في المستقبل رح يصير ممكن تأسيس شركة مملوكة بنسبة 100% من قبل أجنبي داخل المنطقة الحرة وخارج وداخل المنطقة الحرة. فهذا الشيء ممكن يأثر على المناطق الحرة، فلازم المناطق الحرة تلاقي تشتغل على سياسة لجذب المستثمرين أكتر. لازم يلاقوا حاجة تبقى أتراكتف أكتر. صح. وكمان في كتير مواطنين هم شركاء صوريون بشركات، فممكن هؤلاء الأشخاص يفتحوا مصدر مهم للدخل. فلأنه بس يصير مسموح للأجنبي تأسيس شركة 100% مملوكة منه، ما حيكون بحاجة لمواطن شريك. ففي كتير مواطنين رح يتأثروا نتيجة هالسياسة الجديدة. ايه ليه لازم مستثمرين اجنبيين يعني؟ انا دايما يعني احنا ليه في الوطن العربي في منطقه الشرق الاوسط دايما بنحس ان الحل جاي من بره يعني؟ ليه احنا ما بنشتغلش؟ خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه يعني. ليه احنا عندنا يمكن شبابنا كلهم لما بيخرجوا من بلادنا سواء من مصر. صح. ولا لبنان ولا امارات ولا السعوديه، بيجوا هنا في الولايات المتحده ولا في لندن بننجح كلنا وكل الناس بتشتغل كويس، وحضرتك وعضو في نقابه المحامين في نيويورك وحاجه مشرفه. طب ليه احنا دايما بنستنى اللي جاي من بره لما عندنا البلاتفورم؟ ليه اللي بره بيعرف يشغل البلاتفورم واحنا ما بنعرفش نشغله؟ لانه يعني الاقتصاد مبني على الخدمات حاليا، وحتى منه مبني على صناعه. فحتى يكون الاقتصاد مبني على شيء صلب لازم يكون مبني على الصناعه مش بس على الخدمات. فحاليا يعني دول الخليج عم تحاول تنوع من اقتصادها، فعم بيحاولوا يعني. الفتره اللي فاتت كلها كانت خدمات اول شيء يعني. اول شيء بترول. أول شيء بترول طبعا الخليج. صح. والبترول ابتدى يخلص. أو ما ابتدى ما
ما يبقاش فيه اهتمام عالمي بيه زي الأول. دلوقتي صح. فيه مصادر للطاقة تانية، غاز طبيعي وكهرباء و... فاتجهت للخدمات، والخدمات تعرف بحاجة لاستثمارات خارجية يعني بس بعتقد مهم كمان أنه نركز على الصناعة، لأنه الصناعة هو يعني ممكن يأسس لاقتصاد صلب. يعني ممكن نقول برضو الاتجاه اللي ماشي فيه مصر في تطوير محور قناة السويس وبناء مصانع للتنمية، دوت اتجاه ماشي في الرايت دايركشن او الاتجاه السليم للتنويع الاقتصاد، لانه يعني اعتقد هي ديت الخطة، واعتقد هو دوت الفيجن او الرؤية بتاعت مصر للفترة القادمة. تنويع الاقتصاد شيء كتير مهم للاقتصاد. هل تفتكر محور تطوير محور قناة السويس ودعمه بالميناء الجديدة ودعمه بالمصانع اللي هتتبني عليه، هل دوت يمثل خطورة على بشكل حيادي؟ يعني هل ده يمثل خطورة على الاقتصاد الإماراتي أو جبل عليه منافسة؟ المنافسة دايما بتبقى لصالح الطرفين، لصالح الجميع. صح. يعني المنافسة طبعا بتبقى لصالح الجميع. صح. طيب ايه المقترحات اللي انت شايفها ممكن تتعمل في الوطن العربي للفترة اللي جاية لجذب الاستثمارات اكتر للمنطقة؟ يعني فهي الخطط لهلا الموضوع اللي سمح للمستثمرين تأسيس شركات مملوكة 100% من أجانب، هيدي أحد الأشياء المهمة لجذب المستثمرين. كمان التركيز على الصناعة شيء مهم، والتركيز على الخدمات. فيجب تنويع الاقتصاد، يعني مش بس مثل قبل بس الاتكال على المصدر على البترول. أوكي. يعني أنا أشكرك جزيلا على وقتك ومسيع المعلومات القيمة، ونتمنى إن شاء الله نشوف منطقتنا مليئة بالخيرات وتبقى هاب كده للصناعة والتجارة، بعيد عن الحروب. بعيد عن الحروب، احنا تعبنا بقى من يمكن يعني تدينا خبرتك لو ما عندكش مانع الإنسانية عن الحروب اللي تمت في لبنان، وقد ايه يعني كانت ضيعت جمال لبنان اللي كلنا يعني. صح. هي الحروب يعني طائفية على دولية على سياسية فمزيج من كل الأمور. فبتمنى على كل دول المنطقة يبتعدوا عن الطائفية ويركزوا على المصالح المشتركة لجميع الدول العربية. أشكرك. شكراً جزيلا، وإن شاء الله يعني نشوفك نتكلم أكتر لما محور قناة السويس يتطور ويبقى فيه منافسة قوية في مصر بينها وبين الدول التانية في المنطقة، وإن شاء الله على خير. شكراً على الاستضافة. أشكرك. أعزائي المشاهدين، نراكم بعد الفاصل. Welcome back to American Pulse. طبعا سمعتوا معنا رأي ضيفنا في أو يعني البروتوكول والطريقة الاستراتيجي اللي عملتها دولة الإمارات الشقيقة في النهوض بالاقتصاد بتاعهم. أعتقد إحنا يمكن في مصر الفترة اللي فاتت ويمكن شفنا في السنتين ثلاثة اللي فاتوا تغيير كبير جدا في قوانين الاستثمار، شايفين اتفاقيات كتير بتبرم وصفقات بتبرم مع مصر، منها يعني الغاز على بعض الاستثمارات الأخرى. يمكن سمعنا برضو عن شركة مرسيدس اللي قررت أنها ترجع تاني للسوق المصري، وده يمكن كان بمثابة كان ليه صدى كبير جدا على الاقتصاد المصري. ويمكن احنا شفنا يمكن سمعنا في الايام القليله الماضيه انه في نسبه انخفاض لسعر الدولار امام الجنيه المصري، ودوت يمكن ناتج عن ضخ هذه الاستثمارات وجذب
هذه الاستثمارات لمصر. يمكن اليومين اللي فاتوا دول الرئيس الفرنسي كان زار مصر وتم برم اتفاقية ما بين الحكومة الفرنسية ووزارة التموين لعمل أسواق للخضروات والفاكهة في مصر. كويس جدا ان احنا انفتحنا على العالم، وكويس جدا ان احنا بنعمل هذه الصفقات مع دول مختلفة، بتساعد على ضخ العملة الصعبة داخل مصر، بتساعد على ضخ الاستثمارات، ودوت بيدي نوع من الحماية الاقتصادية والسياسية. يعني believe it or not، صدقوني أو ما تصدقونيش، بس يمكن العديد من الصفقات الاقتصادية حمت بلاد كتير من حروب أكيدة بسبب المصالح المشتركة. فيعني الملف الاقتصادي دوت يعني مش مجرد ملف مهم للرفاهية والعيش والكسب المشروع والتقدم والتنمية، هو كمان ليه بعد كبير سياسي وليه بعد كبير كاستقرار للدولة. احنا شفنا طبعا في بعد الثورات اللي عدت بيها مصر، ويمكن بعد تهلهل الاقتصاد بشكل كبير، ويمكن كان يمكن ملفات كبيرة كانت كبيرة سياسية وأمنية كانت بتهتم بها مصر في الفترة اللي فاتت، إلى أن وصلنا لهذا الاستقرار في الفترة اللي فاتت. أعتقد الملف الاقتصادي مهم جدا، ويمكن كان في رؤية لمحور قناة السويس منذ تأسيس قناة السويس الجديدة وتطوير محور قناة السويس، هتدفع لمصر بشكل قوي جدا. يعني يمكن سمعنا عن مصانع كتير ابتدت هترجع وتعمل في مصر. بنرجع تاني ونؤكد على أهمية قوانين الاستثمار، وليس فقط كقوانين ولكن لتنفيذها، لأنه يمكن كان مشاكل العديد من المستثمرين في الأوقات السابقة، ويمكن دوت كنا بنسمعه لما بنبقى متواجدين في بعض المحافل اللي كانت بتقيمها الغرف التجارية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية هنا، وكنا بنشوف أنه في الماضي كان بيبقى في بعض الشكاوي من الموظفين وبعض العرقلة في القوانين، لكن يمكن الفترة اللي فاتت تم التعامل بشكل جيد جدا في هذا الملف. فأتمنى أن احنا نستمر في تطوير هذا الملف، لأنه زي ما احنا شايفين الدول الخليج كلها ابتدت تحاول تجذب المستثمرين ناحيتها، ويمكن مصر كانت رائدة في هذه الخطة في السنين القليلة الماضية، السنتين اللي فاتوا تحديدا يعني، ويمكن احنا ابتدينا نشوف ثمار هذه المحاولات في الصفقات والاتفاقيات التي تم برمها في الأيام القليلة الماضية. مش عايزين طبعا ننسى أهمية العقلية المصرية والشباب المصري في تطوير هذا الملف. أنا يمكن قلت لضيفي أنه في الفترة اللي فاتت يمكن كنا بنشوف دايما الشباب المصري والشباب بيخرج للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وبينجحوا وبيكسبوا وبيتعلموا، لأنهم بيدخلوا جوا منظومة عمل متكاملة، وبيبقوا في حقيقي ترس في تروس مكنة كبيرة هي اللي بتشغل المكنة ديت وبتنتج يعني. فأنا أتمنى إن احنا نستغل هذا الشباب القوي الإرادة والشباب الذكي، بس الحقيقة احنا محتاجين نعمل سيستمز كويسة نقدر نحطهم فيها ويشتغلوا ويقدروا يكسبوا. يعني مش عايز استرس اكتر على هذا الملف المهم جدا اللي هيساهم في نهضة مصر بشكل كبير جدا. يعني اتمنى طبعا كل خير لمصر، اتمنى ان احنا نتعلم من تجارب الدول اللي نجحت في هذا الملف، وعلى رأسها الدولة الشقيقة الامارات المتحدة. الحقيقة يعني بتمثل مثل الواحد بيفتخر ويتشرف بيه، ان دي دولة كانت صغيرة والحقيقة دلوقتي عملت هاب كبير في منطقة الشرق الاوسط، واتمنى ان شاء الله ان احنا في مصر نعمل هاب مماثل ان ما كانش اقوى، لان المنافسة الشريفة مهمة جدا وصالحة للطرفين. اعتقد ان تطوير محور قناة السويس هيعمل فرق كبير ونقلة كبيرة جدا في الاقتصاد المصري، وكل التوفيق لمصر والمصريين. نلقاكم ان شاء الله في حلقة قادمة، وتصبحوا على خير.
جوا منك حلم ممكن يبقى مش باين قوي، وانت تايه بين حاجات وعايشها بدماغ فهلاوي، عايش بتلعن في الظروف مع ناس هدفها تكون كده، ناس قصده تبقى موقفاك مش عايزه تبقى فيهم قوي. شوف واقرا في كتاب التاريخ عمرك ما كنت فيهم غبي، ده انت اللي علمت البشر. شوف عاش في ارضك كان نبي، في ناس بتكره لو تفكر نفسهم فكرك يوقف، عقدة خواجة بيخلقوها وبيبهروك بالأجنبي. الحكاية مش بلون وشكل وهدوم، الحكاية انك قوي رغم الهموم. طلع البطل اللي جواك يلا قوم، انت تقدر تظبط الأحوال. هنشيل بلدنا على كتافنا، مش هنسيبها ومش هنضيعها ومش هنخلي حد يقدر يضيعها. بالنكتة بنقابل ظروف من غيرها كنا هنتعسر، والطيبة فينا مقصلة وعدت لا يمكن تتكسر. بيحاولوا دايما يقتلوا الحاجة اللي تميزك. شوف كم سنة من الاحتلال وانت اللي طبعك انتصر. بيفرقونا في الظروف والناس بقت متعودة نستنيك.